السباق الرئاسي في الجزائر بدأ يأخذ مساره الإجرائي بالنسبة للراغبين في الترشح، إذ يصادف الحسم بين نية الترشح ومقبوليتها لمجرد استيفاء شروطه. 18 جويلية عند منتصف الليل تنقضي أجال إيداع التصريح بالترشح حسب الموعد الذي حددته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استعداداً لاستحقاق 7 سبتمبر المقبل. المسير نحوه باشره الراغبون في الترشح أحراراً كانوا أو منتمين لأحزاب سياسية بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وجمع أكبر قدر منها مباشرة عقب استدعاء الهيئة الناخبة. العملية تستند إلى ضوابط قانونية ذكرت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار شروط إيداع ملف التصريح بالترشح، ومنها إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصياً لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل حصوله على وصل استلام. القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يلزم الراغبين في الترشح بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة على 29 ولاية، أو قائمة تتضمن 50,000 توقيع فردي لناخبين مسجلين في قوائم انتخابية عبر 29 ولاية، على ألا تقل التوقيعات المطلوبة في كل من هذه الولايات عن 1,200 توقيع. لاحقاً تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 7 أيام على تاريخ إيداع التصريح بالترشح، بعدها ترسل قراراتها مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في ظرف 24 ساعة منذ تاريخ صدورها. في حال رفض الترشح يحق للمعني الطعن لدى المحكمة الدستورية في أجل لا يتعدى 48 ساعة فور تبليغه. وفي ظرف 7 أيام كأقصى حد من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتمد المحكمة الدستورية قرار القائمة النهائية للمترشحين بما فيها الفصل في الطعون، إذ لا يقبل بعدها انسحاب المترشح إلا في حال حدوث مانع خطير أو في حال وفاة المترشح المعني، حينها يمنح شهر إضافي قبل موعد الاقتراع لتقديم ترشيح جديد. بمجرد استيفاء ملفات ترشح كامل الشروط وقبولها يشرع المترشحون في استعراض برامجهم الانتخابية أثناء حملة تسبق موعد الاقتراع ب 23 يوماً وتنتهي قبل 3 أيام عن موعده.